واضح ان في حاله تفاؤل كبيره قوي من جماهير النادي الاهلي، وشايفين ان هيبقى في فوز من النادي الاهلي وكمان بسكور، يعني في 2-0 ده اتفاق عليها من كذا حد، بس في 4-1 مش عارفه ايه موضوع 4-1 ده. احنا عايزين اي نتيجه، اي نتيجة ايجابيه. طبعا في تفاؤل في الكومنتات، فاتمنى يا رب ان شاء الله. بس انا اتوقع يعني 2-0 حسين الشحات وقفشه، يعني ف اي نتيجه بقى متوقع ده؟ متوقع ان شاء الله. بس حلوه حاله التفاؤل دي اللي عند الجماهير، يعني الجمهور طبعا يعني هم عارفين قد ايه مباراه صعبه، وعارفين قد ايه انه النادي الحيل فريق قوي وعلى ارضه طبعا، بس في ثقه كبيره في النادي الاهلي. بص هقول لك حاجه، بنحترم طبعا الدحيل القطري طبعا كل الاحترام له، واتمنى يا رب حاله اللعيبه في المباراه، لان هي الامور بتفرق. الموضوع ما المباريات ما بتعترفش بالتاريخ، بتعترف في وقتها. الاهلي طبعا نادي كبير ونادي قيمه، نادي قيمه كبيره، لكن حاله اللعيبه هي اللي هتفرق في يوم المباراه. التفاؤل اللي انت بتتكلم عليه ده ناتج للثقه بتاع الجماهير لدى اللعيبه، عارفين النادي الاهلي تاريخه مشرف في البطوله. فبناء على كده الكومنتات اللي هي جايه المكسب كلها وبسكور وكلام زي ده، اتمنى يا رب ان شاء الله زي ما بقول لك كده اي نتيجه ايجابيه، ونعدي بقى المرحله اللي بعديها. طبعا هنلعب بعد الدحيل بايرن ميونخ، فاكيد طبعا ده هتبقى قصه ثانيه. ده هجيلك.